انزلوا انزلوا يا جدعان، انزلوا دوروا معايا على الوداد الرياضي، مش لاقيينهم بيقولوا. انزلوا يا جدعان، انا بقالي ساعه بجري مش لاقيهم. انزلوا دوروا معايا على المترجي والحسوني ووليد الركراكي، بيقول لك الرجاء الرياضي حطهم في جيبهم. اضحك يا بقي. انزلوا يا جدعان دوروا معايا. الوداد فين؟ الوداد يا وداد يا مترجي، محدش بيرد، محدش بيرد. مباراة القمة، قمة يا جماعة، ايه اللي بيعمله الرجاء الرياضي المغربي دوت؟ رد فعلي الحيادي هنا سأقف قليلا احتراما وتقديرا لمنتخب، منتخب ايه؟ منتخب ايه؟ لفرقة الرجاء الرياضي المغربي، مدرب الجيرينار رشيد، رشيد حط وليد الركراكي في جيبه. اضحك يا بقي. 2-0 بغير جمهور. اما لو الجمهور كان موجود كانت المباراة دي خلصت كام يا جماعة؟ قبل اي حاجة، مبروك لفرقة الرجاء الرياضي. الرجاء والوداد واحد، دي حاجة على جنب، بس انا بقول لجمهور الرجاء قبل اي حاجة تعمل لي لايك بمناخيرك وشير في كل حتة تعرفوها في المغرب وفي البراجيل وفي شبرك غيمة. الرجاء الرياضي يفوز ويسحق الوداد الرياضي المغربي 2-0. نوصل اللايف بتاع النهارده ده كام؟ قول لي يا دي يا مو، 20,000 لايك، كل هدف بجون. ايوه يا جماعه، النهارده عايز اتكلم عن محسن متولي. محسن متولي انت قلبي. اضحك يا بقي. ضربتين جزاء بهدفين يا باشا، ده قائد الفريق. عايز اتكلم النهارده فنيا بقى شويه، لاني لازم كل حد ياخد حقه. النهارده فرقه الرجاء الرياضي بتلعب الوداد في يعتبر ديربي هو الاقوى في المغرب. 25 مباراه الطرفين، دلوقتي فرق ما بينهم نقطة واحدة، 52 الرجاء الرياضي، 53 الوداد الرياضي. عايز اتكلم النهاردة عن رشيد ووليد الركراكي، مدرب الرجاء ومدرب الوداد. الاتنين بيلعبوا بخطة 4-3-2-1. الاتنين مذاكرين؟ لا. النهاردة فرقة الوداد الرياضي نازلة متنكة، نازلة هي بقى بطل دوري ابطال افريقيا. احنا هنلعب الرجاء، مين الرجاء؟ من الرجاء النهاردة والله العظيم استحواذ واستخلاص. عايز اتكلم عن حميد احداد يا جدعان، المهاجم ده لازم يروح المغرب بقى، المنتخب. حميد احداد النهاردة فرهد المساكين بتوع الوداد الرياضي. حميد احداد النهارده بينقل الهجمه. النهارده عايز اتكلم محمد زريده اللي خد ضربه الجزاء الثانيه، لعيب يا جماعه متماسك، بيمسك الكوره استحواذ. النهارده عايز اتكلم على العرجوني مدكور الزنيت يا جدعان، حارس مرمى الرجاء، حارس محترم وقوي. انا بتكلم بحياديه، اللي جمهور الوداد هيزعل مني عشان بتكلم بما يرضي الله؟ لا، ومحدش يهاجم ولا يغلط، لان انا بتكلم بكل حياديه وبكل امانه. انا كنت بقى مستني من الوداد اللي بيطلع نار من بقه، اللي كسب الاهلي في افريقيا، ينزل ياخد الرجاء 4-0 يديهم علقه. لكن انا النهارده قلت في مفاجاه، والمفاجاه ان نادي الرجاء بنسخه جديده، برئيس جديد، بانتخابات جديده. الف مبروك طبعا، كل الدعم لاي فرقه بتجتهد. النهاردة الرجاء بتدي درس للوداد ولكل الفرق المغربية. خلاص بقى الرجاء راجع من جديد، الرجاء المخيف ده اللي واضح النهاردة قدامي. النهاردة فرقة الوداد بتمسك الكرة بتخاف. النهاردة المترجي خرج النهاردة وعمال يشوح لوليد الركراكي. اللعيبة يا باشا مش هي اللعيبة، اللعيبة مغرورة، بس فرقة النهاردة الرجاء الرياضي عجبتني. استخلاص للكورة، امتصاص للعب، وبيلعب على الأخطاء.
والنهارده الوداد الرياضي كل الماتش اخطاء وطرد في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 85. اللعيبه خلاص طلعت عن شعورها، وده اللي فكر فيه كابتن رشيد المدرب القدير. كابتن رشيد اضحك يا بقي. لو الوداد كانت كسبت كنت هطلع اقول الكلام دوت. انا بتكلم بكل حياديه وبكل امانه يا جماعه، يا جماعه اعملوا المنشن لكل حد بتاع الوداد، اعملوا لهم منشن وشيروا لهم، قولوا لهم الوداد فين. ايوه يا جماعه انا مش لاقي الوداد يا وليد يا ركراكي، رد عليا انت فين يا مترجي يا داري يا عطية الله. حتى التكناوتي حارس المرمى ما جاش. ضربتين جزاء، طب طلع واحدة يا جدع، الأولى والتانية. بس مين اللي بيشوط؟ محسن متولي قائد فريق الرجاء. اضحك يا بقي. ابعتوا له التحية دي وقولوا له موحى اليوتيوبر الرياضي بيقول لك اضحك يا بقي. يا جماعة ال 2000 ونص اللي في اللايف، بعد إذنكم بعد اذنك انا عايزكوا تشيروا تدوس على زرار الشير بمناخيرك.